كيف نحفظ القرآن؟ 如何背记古兰经？ لابد أن يكون لنا حفظ يومي للقرآن. 我们每天都应当背记古兰经。 ثم ننظر في هذا الذي نحفظ، ننظر في تفسير مختصر لمعاني هذه الآيات. 而且我们还要看关于这些古兰经的注释。 يعني نحفظ مع العلم. 我们背记而且了解它的注释。 ومع العمل. 而且还要践行遵行。 حفظ يومي. 每天背记。 معرفة معاني الآيات هذا يوميا أيضا. 了解它的意思。 ونستعين بالله على العمل بهذا. 我们祈求让他援助我们践行古兰经。 نجمع بين الحفظ والعلم والعمل. 我们不但要背记，要了解意思，还要实践。 أهم سورة عندنا في القرآن سورة الفاتحة. 古兰经当中最重要的章是《فاتحة》章。 نصحح قراءة الفاتحة. 我们必须要念好开端章。 يعني تأتي لعالم مدرس قرآن تقرأ على الفاتحة حتى يعرف يسمع الفاتحة منك أنها صحيحة. 我们要认真的学习开端章，通过老师，一个字一个母，一个字母都要念正确。 كذلك عندنا سور قصيرة هذه أيضا نهتم بها بعد الفاتحة. 在背记开端章之后，我们还要学习那些简短的。 古兰经章节都要学会。 وهكذا شيئا فشيئا حتى نحفظ القرآن. 我们这样一点一点的，直到我们把所有的古兰经都要背记。